شروط الانتظار. ترسيخ معرفة الإمام المهدي عليه السلام والإيمان بإمامته ومعرفة طبيعة دوره التاريخي ودور المؤمنين تجاهه، وكذلك الإيمان بأن ظهوره المبارك محتمل في أي وقت، الأمر الذي يوجب أن يكون المؤمن مستعدا له بما يؤهله لنصرة الحق. ترسيخ الإخلاص عن طريق القيام بمختلف مقتضيات الانتظار وتنقيته من جميع الشوائب وجعله خالصاً لله عز وجل والسعي لرضاه، وبذلك يكون الانتظار أفضل العبادة. تربية النفس وإعدادها بصورة كاملة لنصرة الإمام المهدي عليه السلام من خلال صدق التمسك بالثقلين كتاب الله القرآن وأهل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين، والتخلق بأخلاقهما.